استقبل سمو الشيخ علي بن خليفه الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واحفاد المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه في قاعده الاسخير الجويه اليوم معالي السيد فؤاد حسين وزير خارجيه جمهوريه العراق الشقيق. الذي يزور المملكة على رأس وفد رسمي لتقديم واجب العزاء بفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وقد نقل معالي وزير خارجية جمهورية العراق تعازية ومواساة فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ومعالي السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء وأبناء الشعب العراقي الشقيق بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله مشيدا بما كان يتمتع به سموه من حكمه في مختلف الملفات والقضايا الاقليميه والدوليه، وبانجازات سموه وبصماته في تنميه مملكه البحرين وتطورها. من جانبه اعرب سمو الشيخ علي بن خليفه الخليفه عن جزيل الشكر لفخامه السيد برهم صالح رئيس جمهوريه العراق ومعالي السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء ولمعالي وزير الخارجيه العراقي والوفد المرافق. وللاشقاء بدوله العراق على تعزيهم الصادقه ومشاعرهم النبيله متمنيا لجمهوريه العراق وشعبها الشقيق مزيدا من الرفعه والتقدم. وضم وفد جمهوريه العراق كل من معالي السيد خالد بتال النجم وزير التخطيط ومعالي السيد عثمان علي فرهود الغانمي وزير الداخليه ومعالي الدكتور حسن ناظم عبد العيسى وزير الثقافه والسيد محمد نوري احمد ممثل رئيس مجلس النواب.